السلام عليكم، معكم الأستاذ إبراهيم من قناة بروف 25. إذا في هذه الحصة سوف نقوم بإنجاز تمرين في دالة لوغاريتم نيبيري. إذا التمرين يتكون من جزئين عبارة عن دراسة الدالة. الجزء الأول لدينا الدالة جد إكس تساوي إكس ناقص واحد ناقص إلين إكس، سنقوم بدراسة هذه الدالة. الجزء الثاني لدينا الدالة f ل x تساوي x كاري على جوج ناقص x على x، كذلك هذه الدالة مرتبطة بالدالة الأولى، ولدينا مجموعة من الأسئلة. إذا نبدأ بأول سؤال. إذا السؤال الأول، أحسب الليميت ديال جي x في الزيرو بلس، يعني نهاية جي على اليمين في الصفر. إذا الليميت ديال جي ديال x، أو مباشرة نكتبو ليميت ديال x ناقص واحد ناقص ln x عندما تؤول x إلى صفر بلس. إذا نقوم بالتعويض المباشر. إذا صفر ناقص واحد ناقص ln ديال صفر، ln ديال زيرو بلس هي موال لنفيني. إذا ناقص ناقص كطينا زائد لنهاية، وبالتالي في النهاية فنهاية الدالة جي في زيرو بلس هي زائد لا نهاية. حساب كذلك ليميت ديال جي دي إكس في بلس لانفيني. إذا ليميت ديال إكس ناقص واحد ناقص إلين إكس في زائد لا نهاية. دائما كنديرو التعويض المباشر وكنشوفو واش خلطنا شي نتيجة أو لا. إذا نعوضو، إكس ستؤول إلى زائد لنهاية ناقص واحد ناقص الألين ديال بلس لنفيني، ديال ناقص بلس لنفيني. إذا هذا شكل غير محدد. إذا هنا فخصني ندير نغير التعبير. إذا هنا أسهل طريقة، الطريقة اللي واضحة هي التعميل. غادي نعملو بالعدد إكس. إذا في الحد الأول غادي يبقى لنا واحد، في الحد الثاني ناقص واحد، إذا عملت بإكس خصني نقسم عليها. عندنا كذلك في الحد الثالث ناقص ألان إكس على إكس، إذا في بلوس لنفين. إذا دابا عند التعويض، فإكس ستؤول إلى زائد لنهاية، واحد على إكس، واحد على بلوس لنفيني ستؤول إلى الصفر، واحد على لنهاية دائما صفر، والألان إكس على إكس هذه نهاية مرجعية ستؤول إلى صفر. إذا راه جينا بلوس لانفيني مضروبة في العدد واحد اللي هي بلوس لانفيني، لأن الليميت، إذا لأن الليميت ديال ألين إكس على إكس بلوس لانفيني هذه نهاية مرجعية خصكم تكونوا ضابطينها، كتساوي لنا صفر. السؤال الموالي، حساب مشتقات الدالة جي. إذا مهما يكون إكس كتنتمي زيرو بلس انفيني، يعني مجموعة تعريف الدالة المشتقة جي بريم ديال إكس. إذا كنديرو الشقاق ديال إكس ناقص واحد ناقص إلين ديال إكس. إذا الشقاق ديال إكس واحد، الشقاق ناقص واحد صفر، والشقاق ديال إلين إكس هي واحد على إكس. إذا نوحد المقامات. إذا كان مقام موحد هو x، إذا x على x ناقص واحد على x، أي x ناقص واحد على x. الآن غادي نحدو جدول تغيرات الدالة جي. إذا جدول التغيرات، يعني غادي نشوفو أول حاجة خصنا نحدد إشارة الدالة جي بريم. إذا الدالة جي بريم تساوي إكس ناقص واحد على إكس، إكس كتنتمي للمجال صفر بلس لنفيني، يعني إكس عدد موجب، إذا المقام موجب، وبالتالي كيبقى عندي الإشكال في البسط. إذا إشارة جي بريم هي إشارة ماذا؟ هي إشارة البسط. إذا هي إشارة إكس ناقص واحد. إذا ندير واحد الجدول الإشارة صغير نحدو فيه الإشارة إكس ناقص واحد،
إذا إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، على يمين الواحد كتكون إشارة أ هي موجبة، على اليسار عكس إشارة أ. إذا جدول التغيرات الدالة جي يكتب على هذا الشكل أو لا ينشأ بهذا الشكل. إذا لدينا إكس، المجال ديال التعريف 0 بلس انفيني، الدالة جي بريم قلنا الإشارة ديالها هي هذه، هي الإشارة ديال إكس ناقص واحد. إذا جي بريم كتنعدم في الواحد، إذا عندنا بلوس موان. الدالة جي إكس غير معرفة في الصفر، إذا كندير دوبار. إذا الدالة تناقصية تزايدية. حسبنا النهاية في صفر بلس لقينا بلس انفيني، النهاية في بلس انفيني لقينا بلس انفيني، وهنا عندنا جي ديال واحد. إذا هذا هو جدول تغيرات الدالة جي. السؤال الموالي، أحسب جد واحد. إذا جد واحد كنعوض إكس بالواحد، إذا واحد ناقص واحد ناقص ألان ديال الواحد. إذا واحد ناقص واحد صفر، الألين ديال واحد صفر، إذا تساوي صفر. الآن دابا السؤال الموالي، إشارة جد إكس. إذا نطلبوا منا نحددوا الإشارة ديال جد إكس، واش موجبة أو سالبة. إذا لدينا حسب جدول التغيرات كما كتشوفوا هنا، لدينا جد واحد تمثل قيمة دنيا، قيمة دنيا كي كانت عندنا على هذا الشكل تكون قيمة قصوى. إذا ما معنى جد واحد قيمة دنيا؟ إذا لدينا جد واحد قيمة دنيا لي ولا قيمة دنوية للدالة اف. إذا مهما يكون اكس كتنتمي للمجموعة التعريف اللي هي صفر بلس انفيني، فدائما اف لي اكس او الدالة جي عفوا، فدائما جي ديال اكس كتكون اكبر من هذه القيمة الدنوية، اكبر من جي واحد، اي ان جي ديال اكس اكبر، جي واحد كتساوي صفر، اذا اكبر من الصفر، وبالتالي فالدالة جي هي دالة موجبة. الان دابا غادي ندوزو الجزء الثاني اللي غادي ندرسو فيه كذلك الدالة اف لي اكس اللي كتساوي اكس كاري على جوج ناقص اكس الين اكس. اذا دائما الجزء الاول راح يكون مرتبط بالجزء الثاني، وبالتالي اي خطأ في الجزء الاول غادي يأثر بطبيعة الحال على الاسئلة ديال الجزء الثاني. السؤال الاول، ادرس اتصال اف على اليمين في الصفر. اذا الاتصال خصني نحسب النهاية ونشوف واش كتساوي لنا النهاية في صفر، ونشوف واش كتساوي لنا اف ديال صفر. إذا نحسبو النهاية ديال الدالة اكس تؤول إلى صفر بلس، لأن الاتصال على اليمين. إذا هو النهاية ديال اكس كاري على جوج ناقص اكس ألين اكس، اكس إلى زيرو بلس. إذا نديرو التعويض المباشر، إذا إكس كاري ستؤول إلى صفر، إكس ألين إكس هذه نهاية مرجعية، إذا تؤول إلى صفر، وبالتالي صفر ناقص صفر هي صفر. إذا لأن ليميت ديال إكس ألين إكس في زيرو بلس كتساوي لنا زيرو. إذا هل الدالة متصلة؟ لدينا ولدينا اف ديال صفر حسب المعطيات تساوي صفر. اذا لقينا النهاية ديال اف اكس زيرو بلس كتساوي لنا صفر، كتساوي اف ديال صفر، وبالتالي اف متصلة على اليمين في صفر.
الآن دابا الشقاق الدالة F على اليمين في الصفر. إذا لدراسة الشقاق فخصني نحسب الليميت ديال F لي X ناقص F ديال صفر على X ناقص صفر. إذا خصني نحسب النهاية ديال هاد معدل التغير. إذا نقوم بالتعويض، F ديال صفر هي صفر، إذا X كاري على جوج ناقص إكس ln إكس على إكس. إذا قبل ما نعوضو فخصنا نبسط داك الكتابة، إذا هي الليميت، إذا غادي نفكك، إذا إكس كاري على جوج، إذا إكس كاري على جوج على إكس ناقص إكس ln إكس على إكس. عندنا اكس كاري على جوج على اكس، اذا بحال لي اكس على واحد، اذا هذه شنو كتساوينا؟ هي اكس كاري على جوج مضروبه في المقلوب ديال المقام اللي هو واحد على اكس. اذا عندنا الامكانيه الاختزال باكس، تبقى لي اكس على اكس على جوج. اذا ليميت ديال اكس على جوج زيرو بلس ناقص كنختزلو هنا كذلك اكس كيبقى لنا ln x. اذا دابا نديرو التعويض المباشر، اذا x ستؤول الى صفر، ln ديال 0 بلس هي موال لانفيني، اذا ناقص ناقص لا نهايه هي زائد لا نهايه. اذا حسبنا معدل التغير ولقينا بلس انفيني، اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بان الدالة F غير قابلة، إذا الدالة F غير قابلة للإشقاق على اليمين في الصفر. هنا كون كان عطاوني التأويل الهندسي فغادي نقول بأن الصيف يقبل نصف مماس متجه نحو الأعلى من النقطة صفر F ديال صفر. إذا ما عطاوناش التأويل الهندسي، يعني ما غاديش ندير هذه الجملة. السؤال الموالي، احسب الليميت ديال اف بلس انفيني، النهايه بلس الانفيني. اذا النهايه ديال اف يعني النهايه ديال اكس كاري على جوج ناقص اكس ln ديال اكس بلس الانفيني. اذا التعويض المباشر، اكس كاري على جوج ستؤول الى زائد لا نهايه، اكس ln اكس ستؤول الى، إذا عندنا إكس هي زائد لا نهاية والإلين ديال بلس أنفيني زائد لا نهاية، إذا زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، يعني شكل غير محدد. إذا خصنا نحيدو الشكل غير محدد، إذا ممكن نستعملو التعميل. إذا باش غادي نعملو؟ غادي نعملو بإكس كاري. إذا عملنا بإكس كاري بقى لي واحد على جوج ناقص داكشي اللي انا عملت به كنقسم عليه، يعني ناقص اكس ln اكس على اكس كاري. اذا عندنا اكس على اكس كاري كنختزلو باكس، كيبقى لي اكس في المقام، يعني هي ln اكس على اكس. اذا مباشره نكتبو ln اكس على اكس. دابا نرجع نعوض ونشوف واش المشكل تحل او مازال. اذا اكس كاري ستؤول الى زائد لا نهايه، ln x على x هذه نهاية مرجعية ستؤول إلى صفر، إذا بلس انفيني في واحد على جوج هي بلس انفيني. الآن دابا دراسة الفرع اللانهائي. إذا حسبنا، إذا لدينا ليميت ديال f ل x بلس انفيني ولقينا تساوي بلس انفيني. إذا لدراسة الفرع اللانهائي خصني نحسب الليميت ديال f لx على x. إذا الليميت ديال f لx على x غادي نحسب النهاية ونشوف شنو غادي تعطيني ومن بعد نسنجو. إذا هي الليميت ديال x كاري على جوج ناقص x ln x على x. إذا هاد التعبير هذا راه سبق لي باش درسو في الشقاق، إذا نستغلو داك التعبير اللي لقينا. إذا
درنا التفكيك ولقينا هي الليميت ديال اكس على جوج ناقص ln ديال اكس. اذا نديرو التعويض المباشر، عندنا بلوس انفيني وعندنا موال الانفيني، يعني الشكل غير محدد. اذا ممكن نعمل اكس، اذا نعملنا باكس غيكون عندنا واحد على جوج ناقص ln ديال اكس على اكس. دابا نديرو التعويض، اذا اكس ستؤول الى زائد لا نهايه، ln اكس على اكس هذه نهايه مرجعيه ستؤول الى الصفر. اذا كيبقى لنا بلوس انفيني في واحد على جوج هي بلوس لانفيني. اذا حسبنا الليميت ديال في الاكس على اكس بلوس انفيني ولقيناها بلوس انفيني، اذا الاستنتاج سيف يقبل ماذا؟ يقبل فرعا شل جميعا. اذا سيف يقبل فرعا شل جميعا في اتجاه محور الافاصيل او الاراتيب، في اتجاه محور الاراتيب. الافاصيل ميكيلقى صفر، اما ميكيلقى لا نهايه فكيكون في اتجاه محور الاراتيب بجوار بلوس لانفين، بجوار بلوس لانفين. السؤال الموالي، احسب اف بريم ديال اكس يعني المشتقه ديال الداله اف. اذا اف بريم ديال اكس هي المشتقه ديال اكس كاري على جوج ناقص اكس ln ديال اكس. اذا المشتقه ديال فرق دالتين، اذا كندير المشتقه ديال هاد الداله ناقص المشتقه ديال هاد الداله. اذا المشتقه ديال اكس كاري على جوج هي المشتقه ديال اكس كاري اللي هي جوج اكس على جوج ناقص المشتقه ديال اكس ln اكس. اذا كنختزلو بجوج كيبقى لنا اكس ناقص اكس ln اكس هو جداء ديال دالتين، يعني كيكون على الشكل هذا او في بريم. المشتقه هي او بريم في زائد في بريم او، اذا زائد ماشي ناقص، كاين اللي كيغلط كيدير ناقص. اذا ناقص نخليو القوس باش ما نغلطوش، اذا هي اكس بريم ln ديال اكس زائد اكس ln ديال اكس ln بريم ديال اكس. اذا اكس المشتقه ديال اكس هي واحد، اذا كيبقى ln اكس زائد اكس المشتقه ديال ln هي واحد على اكس. اذا اكس ناقص ماذا؟ ناقص ln اكس. اذا اكس مضروبه في واحد على اكس، كنختزلو باكس كيبقى واحد. اذا كنحيدو الاقواس، عندنا ناقص ln اكس وعندنا ناقص زائد، اذا هي ناقص واحد. اذا هي اكس ناقص واحد ناقص ln اكس. وبطبيعة الحال الى شفت هذا التعبير راه هو التعبير ديال جي ديال اكس، اذا هذا راه هو جي ديال اكس اللي درسنا في الجزء الاول. الان جدول تغيرات الداله اف، اذا حنا لقينا حسبنا لقينا بانه مهما يكون اكس كتنتمي لزيرو بلس انفيني اف بريم تساوي ماذا؟ تساوي جي ديال اكس. اذا الذين حسب السؤال واحد جوج دائما ربطوا الاسئله بعضياتهم، لقينا بانه مهما يكون اكس كتنتمي لزيرو بلس انفيني جي ديال اكس أكبر أو تساوي صفر، وبالتالي فمهما يكون إكس كتنتمي لزيرو بلس أنفيني إف بريم دو إكس كذلك أكبر أو تساوي صفر. إذا الدالة دالة تزايدية على المجال زيرو بلس أنفيني، وبالتالي جدول التغيرات يكتب على هذا الشكل. إذا إكس اف بريم الدالة اف دو اكس، اذا المجموعة ديال التعريف هي زيرو بلس انفيني، اذا قلنا زائد الدالة غير معرفة بالصفر
إذن هنا يكون عندنا الدالة تزايدية. إذن الدالة عفوا هنا الدالة غير قابلة للاشتقاق، ولكن راه معرفة في الصفر، غير قابلة للاشتقاق كندير دوبار، ولكن هنا الدالة معرفة. إذن اف ديال صفر هو صفر احتل زائد لا نهاية. إذن هذا هو جدول التغيرات. الآن دابا آخر سؤال اللي هو إنشاء منحنى الدالة. إذن دائما ننشئ أعلام متعامد ممنظم، كنحط حدايا جدول التغيرات. إذن في جدول التغيرات خصني نقراه مزيان. هنا عندنا الدالة غير قابلة للاشتقاق على اليمين في الزيرو. ما معنى غير قابلة للاشتقاق؟ يعني تقبل مماس كي داير مماس رأسي في النقطة صفر اف ديال صفر، يعني في النقطة صفر صفر، يعني مماس رأسي هنا. وخا ما مطلوبش مني أنا ممكن نستنتجو باش نستعين به في الإنشاء الهندسي. كذلك لدينا دالة تقبل ماذا؟ تقبل فرع الشجمي في اتجاه محور الأراتيب. إذا الدالة معرفة من الصفر زائد لا نهاية، يعني في هذا المجرى يكون المنحنى. لقينا بأن الدالة اف بريم تزايدية من الصفر، إذا كتبدا من هنا الدالة معرفة، إذا تزايدية، وعندنا فرع شجمي في اتجاه محور الأراتيب، فرع شجمي بحال الشكل هذا، بالتالي غيكون المنحنى داير بحال الشكل هذا. إذا هذا هو منحنى الدالة اف.